كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. Moto commandé. Sans à tour. C'est droit, prise 2, take 3. Action. احنا الان في صدد العمل، كنديروا واحد العمل سينمائي، فيلم قصير سينمائي، هو نتاج ستة اشهر من التكوين ومن العمل مع الاخوان في الميدان السينمائي في المركز الثقافي بمدينة أيت ملول، وكنخدمو تحت إطار نادي الغد السينمائي لكي يخدم في هذا المركز. هذا الفيلم القصير اللي كنديرو دابا هو كان نهاية مشروع ديال السنة التكوينية في الميدان السينمائي في المركز. وجمعنا احنا مجموعة ديال الطلبة ديال الميدان السينمائي، وكل واحد والتخصص ديالو، كاين اللي كيدير السيناريو، كاين اللي كيدير الإنارة، كاين اللي كيدير التصوير، كل واحد واش كيدير، كل واحد والعمل ديالو. وخرجنا بهذا المشروع اللي راه حنا دابا خدامين فيه، وراه باقي مازال ما كملناه. نحن الان في اطار تعداد ديال التصوير الشريط الوثائقي في المركز الثقافي الايت ملول، اللي من انجاز ديال الطلبه الورشه الثانيه بعد اتمام الورشه الاولى، كملوا الفيلم ديالهم. دابا نحن في صدد بتصوير الفيلم الثاني للفئه الثانيه، وباقي ان شاء الله الفئه الثالثه. تقسمنا العدد المتدربين الى ثلاث فئات، الفئه الاولى كمل الفيلم ديالهم، الفئه الثانيه دابا هو اللي كنصوروا حاليا ظلال. وكنتمنوا ان شاء الله هذه العوده الميمونه بعد هذه الجائحه اللي تقريبا سنه ونصف ديال الركود، ولم نقل حتى الخمول في الميدان السينمائي. الحمد لله رجعت الحياه الى مجاريها، واخا تدريجيا ماشي 100%، ولكن استغلينا الظروف واستغلينا التباعد واستغلينا العدد ديال الاشخاص اللي غيحضروا في البلاطو. وحنا الحمد لله اليوم بصدد تصوير الفيلم في المراحل ديالو الاخيره، اللي كنتمنوا ان شاء الله يعني الجمهور اللي من خلاله كنتوخاو تشجيع السينما وتشجيع ثقافة السينما في أيت ملول بصفة خاصة، ولما لا دولية إن شاء الله، لأن حتى الطلبة ديالنا يعني المتدربين بالإمكان ديالهم يشاركوا في مهرجانات سينمائية دولية مثل الفوج اللي كان قبل منا شارك في واحد الشريط قصير في مهرجان ديال سطات. والحمد لله غير باش يتهز في المسابقة، يعني فيه إمكانيات، فيه لمسات فنية، فيه لمسات سينمائية اللي حنا كإطار انا وسي العلوي محمد اللي كان اطروا هذه الورشه هذه، احنا فخورين بهذه الانجازات اللي داروها الطلبه هادو المتدربين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.